ورد إلينا هذا السؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: نفسي ألتزم في الصلاة لأني بقطع فيها دايما ومش مداوم عليها، فماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. جاهد نفسك وحارب نفسك وصاحب الصالحين وحافظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وربنا يقول لنا في القرآن في غير آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة يا عباد الله، سيدنا النبي في حجة الوداع يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من حافظ على الصلاة كانت له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة. طب اللي مش هيحافظ على الصلاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر فين بقى؟ مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ياللي ما بتصليش اسمع الآية دي بأذن قلبك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللي سايب الصلاة واللي مضيع الصلاة بالكلية عقابه وادي في جهنم اسمه غي، فسوف يلقون غيا. إيه الغي ده؟ قالوا: هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تستغيث منه جميع أودية جهنم. طب اللي بيأخر الصلاة عن وقتها اسمع: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده بيصلي بس يؤخرها عن وقتها، والويل بمعنى العذاب والهلاك والدمار لهم. يبقى ناخد بالنا، الصلاة الصلاة لوقتها وانتظار الصلاة تلو الصلاة. أعمل إيه؟ بقول لي بفوت صلوات كتير؟ لأ، حط قدام عينيك كده أن الموت يطلبك. وإحنا بنشوف كل يوم شباب بيموتوا وصغار يموتوا، بالشرط أن الموت يأتي للكبار أو من بلغ أرذل العمر أو من وصل الثمانين والتسعين، لا أبدا. الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. هتدخل القبر وحدك وتحاسب وحدك وتسأل عن الصلاة وحدك. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أول حاجة في القبر هتحاسب عليها الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى ناخد بالنا، الصلاة لا تضيع الصلاة، لا تفرط في الصلاة، حافظ على الصلاة في جماعة. صاحب المصلين هتبقى زيهم، صاحب المزكين هتبقى زيهم. الصاحب ساحب، بياخد بإيديك إلا إما إلى طريق ربنا وإما إلى طريق الشيطان والعياذ بالله. لا تصاحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. ربنا يجعلنا وإياكم من المصلين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أمين يا رب العالمين.